سادة المشاهدين حياكم الله. البناية التي خلفي هي بناية مصنع الجود للمحاليل الوريدية الذي أنشأته العتبة العباسية المقدسة، وهذا هو حفل الافتتاح الرسمي بحضور معالي وزير الصحة. ابقوا معنا للتعرف على تفاصيل أكثر. من جملة المشاريع هو حقيقة هذا المشروع، وهذا المشروع حقيقة بدأنا به في ظرف جدا قاسي، ومرت على البلاد مشاكل داعش وغير داعش مما سبب تأخر في ذلك، وهذا التأخر استفدنا منه أيضا في أن نلاحق التطور العلمي المتعلق بصناعة المحاليل الوريدية. وللإنصاف هي صناعة دقيقة وصناعة مهمة جدا، والكوادر الهندسية والكوادر الطبية في علم الصيدلة حقيقة بذلت جهدا جبارا في أن يكون هذا المصنع على هذه الشاكلة. وإن شاء الله تعالى بعد يعني ننتهي من كلمات المنصات، هناك جولة للمعنيين في داخل المصنع، وأكيدا سيرى المعنيون الجهد الذي بذل في هذا المصنع. أهم الدروس المستخلصة لكل دول العالم من جائحة كورونا هو توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتوطينها في بلدانهم. ولقد شرعنا كوزارة في تقديم كافة التسهيلات إلى كل الأخوة الراغبين بتوطين الصناعة الدوائية. إن مشروع مصنع الجود للمحاليل الوريدية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 27 مليون وحدة علاجية يمثل نقلة كبيرة نحن في أمس الحاجة إليها. المحاليل الوريدية من أصعب الصناعات الدوائية وأكثرها تعقيداً حقيقة، خاضت العتبة العباسية في هذا المجال ونجحت الحمد لله في إنجاز هذا المشروع بأعلى إمكانيات وبأعلى تقنيات، وجهزت المشروع بأرقى الخطوط الإنتاجية من مناشئ عالمية، والحمد لله سيغطي جزء من حاجة البلد لهذه المادة. لما يكون المصنع محلي أولاً التجهيز راح يكون أسرع وأقل تكلفة، وبالدينار العراقي فهو يعتبر دعم للاقتصاد العراقي، دعم للدينار العراقي ولا حاجة للتبادل بالعملة الصعبة، أيضاً هو دعم لليد العاملة العراقية، وهذه المصانع هي من أحدث المناشئ العالمية. هذا المصنع اليوم بقدرة بخطين إنتاجيين، كل خط تقريباً 50,000 عبوة من المحاليل الوريدية يومياً. الحمد لله، ولأول مرة أنجزنا هيك مشروع وبهكذا تعقيد وبهيك إمكانيات. اليوم نحتفل بإنجازه، وإن شاء الله راح يدخل الخدمة ويبدأ بالإنجاز من هذه الساعة. سادة المشاهدين، كنتم وإيانا وتغطية خاصة لمصنع الجود للمحاليل الوريدية، هذا المصنع العراقي الذي أنشأته العتبة العباسية المقدسة ليسد النقص الحاصل بالصناعات الدوائية العراقية. شكرا لمتابعتكم.